بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته لنا سهلا فسهل لنا امورنا ويسر لنا عسيرنا وجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته سجدنا وين أمس في يفهم والنيلان والنظام يقلي يعيشن دي ثمرة النظام وبالضبط دي غرداية دي القرارة أه ويجد تاس الآثار ويساتس المواقف ويساتس تيروكزا تاس تموسني وقيد الشيخ إبراهيم بيوض غفلة سي شيخ ابراهيم بيوضي دني غيلول ذي القرا ذي القرارة في ولاية غردايا ذي العام الف وثمانمية وتسعة وتسعين يلول كيف تواشولت إلا بس يخدم تجارة ويخدم شوية تفلاح كذلك تاجر ودفلاح فلاح وسليم ما ساكن قرن استقبالي تعبش سواء كان ولكن قريبه لي غير ثورا تعبش مع نتا سيف حسن العالي لا تشخيض يزر بيني يتصنع عندنا لا تصنع الحوايج الصادوت الزط يعني تخدم تعاون 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 الحياه توشول إذ واش إجلان كينغ <hesitation> سرقاس الأخلاق ستيروكزا سلاصل، اذكر الشيخ إبراهيم بيوض <hesitation> عفاك الله سيعافي ربي، ودينا <hesitation> أريكش مالو غرفة زي يبقى خمس سنين أو ست سنين، إن أريكش مع الجماعة غادي يغار، غادي يحفظ أول ربي، <hesitation> غادي أول ربي. هذه آه ثاني مبادئ اللغه مبادئ الفقه هذه آه سنت ثم سنه ثم زوروس يصاريثيون الشيخ قرنس الحاج عمر بن يحيى بعد ذلك مي مي يحفظ شويه المبادئ ينتقل للشيخ هاكي يسيس حفظا نزه آه العلوم اللغه هذه العلوم الشرعيه آه ويبي ديوم دا غرصه اتس تمسنين ويساو ضريون المستوى يشوف كانت ممكن تيس قول الشيخ نية كانت صغار، الشيخ هاقيان يلاحظ ديال دي البداية يلاحظ فلاس نباهة في حرشي ذكاء ويستوعب يعني ثمو سنانية سوف عام كان قروي سوف عام كان دي الخطر وخاصة أنت مسنيني كيف كان يوسر قايون العقل مقرن الزه دقيق جعل الشيخ السيد النيود راضي الحاج عمر بن يحيى يسيف تحن بورا يسيف تحن المجال باش هاديك شم أرى روس قاموني روس قاموني سلحوين تودر شؤون الاجتماعية شؤون الحياة الثقافية الدينية يقول ذي القراءة يشمد ذن اه ويحضر الاجتماعات من يحضر لي اجتماعات قرآنا وتساكن ساول خاصة كان مزيد العمر ولكن يساهم أول قراءة سن خاطر يفكيس ربي العالمين الفهمة يفكيس تحرشيق ويستنفع مليح وينفع سن القراءة اني اقرأها اكن ولهذا سحضار انت مراه درنا في القضايا انسن اما الاجتماعيه اما <hesitation> دينيه اما ثقافيه <hesitation> يتسلي يتسن ويتاكدو يا الانسان يتاكد انسان درايش ويسحضار خاطرني مراه نجمعان امشي على المواقف راه <hesitation> راخد من <hesitation> افراب اتفاقن افراب اتجاه الاستعمار خاطر لو انا الاستعمار المنطقه اللي منطقه الجنوب كامل يسرسيس تحت حكم العسكر يخدميت اماكن منطقه عسكريه ولاش الاداره المدنيه كنقارن يسرسيس تحت حكم العساكر ولهذا الجزائريين خاصة ندينا وخاصه القرارات الغردايه إما نجمعان باش هذا متفق ام كي البطل إيه الباطل الا نخدم ني إيه رومين إيه الا سينار ذات يوكلاس الشيخي سي المسؤوليه باش هذه غرض صغار ديال المعدن الشيخي يسأل لا صغار شيخي في كاس المواد صغار, صغار, صغار ثنت وخاصه اللغه العربيه والادب العربي وصغار الفقه لتلاميذ المدرسه المذني قرن دينا المدرسة كي غراي كان نتسا ومن بعد يغالي في كاس الإدارة ينس يغالي تسييريت تسييريت تسيير تسير الحياة الحي التربوية النشاط التربوي دي 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 المدرسة كي ويسال حاج يقدم من أرزات خاطر يفكيس <applause> <applause> الشيخ نين استيقا والشيخ إلا إسعى ذي القدرات ذي الفهمين ذي ثموت سنين ومن بعد ثغال المدرسة يثغال أسير كل خطر الشيخ يسكف لسيا بالحج الحج بن عمر ذي مثل 1921 ولهذا يفاد الشيخ براهيم مانيس باش وجه يفاد مانيس واحد باش هذه وجه المسؤولية المسؤوليه باش هذه الساعه هذه يسرحوا المدرسه هي اللي يسرحوا غرب زكي وهذه كمل الرساله يقول لها يقول لها الشيخ يخدميت آه 1923 يكشم على نجمانو يقارن دينا المنطقه اللي نسن غردايا مجلس العزابه مسجل العزابه يقول مجلس المجلس كل العلماء نسن نوثني سير نير كل شأن ديني شأن ثقافي شأن اجتماعي إكس الحوين غرسن إكس غال الرأي سوى كاكين وزميرنا راه إيكاد ديوسانا استعمر تامورت وزميرنا كش من الرأيين عسخر بن الحياة إيكاد تعيشين المجتمع الحياة خاطر سان دين سن سان ثقافة سن سان لغة سن سان الاختيارات سن سوا كيكي مجلس العزابه زنتا إكس الحوينير كل الأمور يتعلقا ستودرت قمذانا دي, دي المنطقة ياكي إيه. إذن 1923 يكشم الحلقة العزابة ومن بعد وغال في كنسين قرن مشيخة المسجد يقول الإنسان إذ الإمام أم قران ديال الجماعة يقول إذن سيد الواعظ سيد الخطيب ننسيك جوجين يركل الحياة الدينية وننسيك مسلين سيس مل اما يجي مكنين الناطق ينس الناطق الرسمي لهيئه ال ال العزبة بب بالقر بعد بالقرار وبعد عينين ذا الرئيس الهيئة الدينية يركل في عام ألف وتسعمية وتسعة الرئيس الهيئة يجي على مية آه، الميدي بلاجليس المي توفى في عام في اكتوبر آه، تقريبا في 1981 في 21 ماي 1925 في 21 ماي 1925 يأسس مقر معهد الشباب للتعليم الثانوي والابتدائي للتعليم الابتدائي والثانوي يبني الهيئه التعليميه قرنس ما عاد شباب يتعلم صغار عندك غرفه زم زوالو غرفه زو السن تعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وهو الذي سيعرف من بعد ذلك هذا هو اسم معهد الحياه معهد الحياه يكون المعهد يقوم بنسيون دور مقار ديال القرية القرايه خاطر قسنتي مدنا ما دخلت مور ثم فرات مورث وهم انت جسم و يدي و... تخرج دي ندقس ونزميلات نيد نحسب خطر خطر سيد سن أي نيد بو أي من دقس تموسني و... أيني نيد من دقس ترب انطل... مصرب قا أيني نيد من دقس المعدة دي... آ... الوطنية وما زالي ثاريضا دا... ما زالي ثاريضا المعدة يؤدي دوره إلى ي... اليوم 1931 أسميت فار جمعيه علماء المسلمين الجزائريين الا انسى العضو المؤسس يروح هذا التأسيس التأسيس الجمعيه التأسيسية الاجتماع تاسيس الجمعيه يولا ديون المسؤول خاطر يقال نائب مسؤول الماليه نائب مسؤول الماليه يخدم كني على 134 يقال يعوضي ثا ابو اليقظان ويجو وشو شو ربي نسيتي دي وجهاني ابو اليقظان ابو اليقظان باش هذه هذه يكمل الرساله يقبضها في سنه 1937 ياسس يبنى دي جمعيه الحياه بالقراره بالقراره يعني جمعيه الحياه المشرفه على التعليم الابتدائي والثانوي دنسا غالند <تسجد> المشرفة في التعليم ديال المنطقة ياكي الابتدائي والثانوي وتشرف كذلك على الحركة الرياضية والحياة والحركة الفنية والحركة الثقافية في المنطقة خاطر الهيئة ياكي تجدد الحياة الثقافية الحياة العلمية ديال المنطقة ياكي اذا وما تزال والى حد الان ما تزال هذه الجمعيه تؤدي دورها في المجال السياسي وفي المجال الفكري اما مثل لا إذلي. في كل المراحل اذا يدعى شيخ ابراهيم بيوض رحمه ربي يقضى الحياه سير كل يقول قمت مسني باش هاد السكر شو الشبان راه 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 يتحمل في المستقبل راه يحافظ لنا في الاختيارات اللي يكسع حتى خاطر وجودنا يسال اختيارات يختار لوينس يختار دينيس يختار تاريخي يختار الانتماء انس الشيخ ابراهيم بيوضي يظن يقضى كل الحياه باش يثبت اين يختار شعب هترا دوار مني قالت يسدي فاثق لا ولكن سلفظ البيجي سلفظ الشيخ إبراهيم بيوض ومن وين يتمشى بين كذلك الشاعر ابراهيم بيوض مدي الجنوب مدي الشمال مدي الشرق مدي الغرب يفشل المخطط دي بون الاستعمار وان وليد الحسد يزدون المواقف السياسيه المواقف والانتاج الفكري والعلمي ايدي جاء الشيخ ابراهيم بيوض والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته